اليوم معنا استراتيجية إشحان بطارية مع مجموعة الأميرات ومجموعة الفراشات. سنبدأ طالبة بدور. عرفي لي أنواع الجمع. أنواع الجمع: جمع مؤنث سالم، جمع مذكر سالم، جمع تكسير. ومع الطالبة ديما. عرفي المثنى. هو ما دل على اثنين او اثنتين بزيادة الف ونون او او ياء ونون. ومع الطالبة نشيد الفطار. هذا وقت الحق الوقت طريق كثير بالنسيم والهواء والنور والصحاب السماء وغروزكم هذه الانطباع وتشمل ما شاء الله خير الله.